أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعويل يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا يسيغ طعاما ولا شرابا وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش كل ذلك منك فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وديانات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع اليوم في بحث الدليل العقلي وأصل البحث كان في الدليل والدليل دليل محرز وأصل عملي والدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي ودليل شرعي لا لفظي وغير لفظي. انتهينا لنقل في النتيجة عندي ثلاث أدلة: دليل محرز شرعي ودليل محرز عقلي وأصل عملي أو دليل عملي. انتهينا من الدليل المحرز الشرعي، الآن نشرع إن شاء الله في الدليل المحرز العقلي، في الدليل العقلي، وإن شاء الله إذا انتهينا سيكون الكلام في
في الأصل العملي أو الأدلة العملية. إذن اليوم الكلام في الدليل العقلي، والكلام في الدليل العقلي سيكون في جهتين لو صح التعبير، أو في مبحثين أو في بحثين، الأول هو بحث صغروي والآخر بحث كبروي. البحث الصغروي هو في إثبات الدليل العقلي، في إثبات الدليل العقلي، في إثبات القضايا العقلية مورد البحث. طبعا هل يوجد دليل عقلي؟ هل يوجد قضايا عقلية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها لو صح التعبير؟ فبعد أن نثبت وجود المدركات العقلية، وجود القضايا العقلية، وجود الأدلة العقلية، الآن نتحدث نقول هل هذه الأدلة حجة؟ هل منجزة ومعذرة؟ هل فيها التنجيز والتعذير؟ هذا البحث الثاني أو الجهة الثانية من البحث. في التمهيد لهذا البحث نذكر ما بعض ونستذكر بعض ما ذكرناه في المرحلة السابقة، وبعض ما موجود في أذهاننا من معلومات لها علاقة بالموضوع. قلنا إدراكات العقل، عقل نظري وعقل عملي، هذا ليس مقام البحث الآن. المهم عندنا إدراكات العقل، تكون لو صح التقسيم في عالمين، في حالتين أو في عالمين. مرة تكون مدركات العقل أو إدراكات العقل في عالم التكوين، ومرة تكون إدراكات العقل في عالم التشريع. ماذا نقصد بإدراكات العقل في عالم التكوين أو في العالم التكويني؟ نقصد أن العقل يدرك العلاقات في عالم التكوين، العلاقات بين الأشياء، ويستفيد من هذه العلاقات أو يستفيد من هذه العلاقات في الكشف. لاحظ العقل يدرك علاقات بين الأشياء ويستفيد من هذه العلاقات في الكشف عن وجود شيء أو عدم وجود شيء. نفس الكلام يطبق في العالم التشريعي، نغير بدل الأشياء تكون الأحكام. طبعا والأحكام أيضا من الأشياء، لكن المفروض ما هو أن نجعل هنا نقصد بالأشياء ما يقابل الأحكام وما يقابل ما موجود في العالم التشريعي، وهنا في الكلام في العالم التكويني. فإذن الإدراكات أو إدراكات العقل في العالم التشريعي، وهو أن العقل يدرك العلاقات بين الأحكام ويستفيد لها ويستفيد منها في الكشف عن وجود حكم أو عن نفي حكم. نرجع إلى القسم الأول وهو إدراكات العقل في العالم التكويني حتى نقرب الفكرة. نقول مثلا ونعطي ثلاثة أمثلة. الأول نقول الآن من مدركات العقل في عالم التكوين أو في العالم التكويني، نقول يدرك العقل، هذه القضية مسلمة وأشرنا عليها في البحوث السابقة في المرحلة السابقة، نقول يدرك العقل علاقة التضاد. أي ماذا نقصد بعلاقة التضاد وماذا نقصد بإدراك علاقة التضاد؟ أي يدرك العقل استحالة اجتماع المتضادين في جسم واحد في زمان واحد من جهة واحدة، يستحيل أن يجتمع الضدان.
ومن الضدين لنقل السواد والبياض. فإذا علمنا بأن هذه الورقة بيضاء وتيقننا بأن هذه الورقة بيضاء، وإذا علم العقل لو صح التعبير بأن هذه الورقة بيضاء، فإنه يعلم يدرك بأن هذه الورقة ليست بسوداء، هذه الورقة بهذا اللحاف في هذا الوقت في وبهذه الجهة وفي هذا الموضع، علم بأنها سوداء فيدرك يقطع بأنها ليست بيضاء، لأن السواد والبياض متضادان. ولأن المتضادين لا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، إذن هذه الورقة إذا كانت بيضاء فهي ليست بسوداء، إذا كانت سوداء فهي ليست ببيضاء، إذا كانت حمراء فهي ليست بخضراء وهي ليست ببيضاء، وهكذا. إذن لاحظ من علاقة البياض بالسواد علاقة التضاد، من معرفة علاقة التضاد لو صح التعبير بصورة عامة، وأن المتضادين لا يجتمعان، ومن معرفة أن هذه الورقة بيضاء فيدرك العقل أن الورقة ليست سوداء، ليست حمراء، ليست خضراء. لاحظ، إذن كشف عن أي شيء؟ عن عدم وجود السواد في الورقة، كشف عن عدم وجود الحمار أو الخضار في الورقة. إذن استفاد العقل من تلك العلاقة ومن تلك القضية العقلية ومن ذلك الدليل العقلي، استفاد منها في الكشف عن عدم وجود شيء، في المثال عدم وجود بياض أو سواد. المثال الثاني، يدرك أيضا من مدركات العقل، يدرك العقل علاقة التلازم، علاقة التلازم بين السبب والمسبب، أي أن العقل يدرك أن كل سبب، يدرك أن كل مسبب ملازم لسببه، ويستحيل انفكاك السبب عن المسبب، يستحيل انفكاك العلة عن المعلول لو صح الكلام. أيضا هنا فالمسبب ملازم لسببه، فالآن نقول عندي نار وعندي حرارة، النار سبب في وجود الحرارة، فإذا علم العقل، فإذا أدرك العقل بأن النار موجودة، فهل يدرك وجود أو هل يحكم بوجود الحرارة؟ نقول نعم، يدرك العقل وجود الحرارة. لاحظ من العلاقة بين السبب والمسبب، من علاقة التلازم بين السبب والمسبب، أو المعرفة والعلم بوجود النار، فأدرك العقل بأنه ما دام وجد المسبب، ما دام وجد السبب فالمسبب موجود، ما دام وجدت النار السبب فالمسبب الحرارة موجودة، فأدرك وجود الحرارة. وهذه القضايا مسلمة ولا نقاش فيها، واضحة، هذه لا تحتاج إلى الذهاب إلى أهل الخبرة ولا تحتاج إلى فكر ونظر. المثال الآخر في مدركات العقل في عالم التكوين، يدرك العقل قبل قليل قلنا يدرك العقل التلازم بين السبب والمسبب، أكثر من هذا يدرك العقل تقدم السبب على المسبب، تقدم العلة على المعلول، ولكن ليس في التقدم الزمني والتقدم في الزمان، وإنما في التقدم الوجودي يسمى بالتحليل، في التحليل العقلي أو بالتحليل العقلي السبب مقدم على المسبب، العلة مقدمة على المعلول، ويسمى بالتقدم الرتبي. إذن
يدرك العقل علاقة التقدم والتأخر الرتبي بين السبب والمسبب، علاقة التقدم والتأخر في الوجود، لاحظ التأخر والتقدم في الوجود أو في تسلسل الوجود أو بالتحليل العقلي بين السبب والمسبب. فيدرك العقل مثلا عدم وجود المسبب إذا كان هذا قبل هذا، فنقول إذا لم يوجد، إذا أدرك العقل بعدم وجود السبب، السبب غير موجود، العلة غير موجودة، فهل يدرك أن المسبب غير موجود أيضا؟ نقول نعم، لأن المسبب متأخر عن السبب ولا يوجد قبله، فما دام المسبب متأخر عن السبب، فما دام السبب غير موجود فبالتأكيد المتأخر أيضا غير موجود، ما دام المتقدم غير موجود فهذا الثاني أيضا غير موجود. إذن يدرك العقل الآن، هذه أيضا من التلازم ممكن أن تستفاد هذه، لكن يدرك العقل، نقول بعد أن وجد السبب والمسبب يدرك العقل بأن السبب سبق المسبب بالوجود، وأن المسبب تأخر عن السبب بالوجود في تسلسل الوجود. حتى نوضح هذه الفكرة وكما هو مطروح في المثال من السيد الأستاذ قدس نفسه الزكية محمد باب الصدر، وكما بينا في المرحلة الأولى، لو أمسكت المفتاح وفتحت الباب حركت المفتاح، قفلت الباب أو فتحت الباب بحركة المفتاح صح المثال، فالآن تقول من الذي تحرك؟ هل تقول من الذي، نقول حركة من وجدت قبل وتقدمت وحركة من تأخرت؟ هل تقول أن حركة اليد ليس من جانب قلنا الزمني وصح التعبير هما متعاصران، لكن الآن في التسلسل الوجودي في التقدم الرتبي، نقول هل حركة اليد سبقت حركة المفتاح أو حركة المفتاح سبقت حركة اليد؟ بتعبير آخر، هل يصح أن تقول تحرك المفتاح فتحركت اليد، تفرع حركة اليد على حركة المفتاح وتعتبر حركة اليد متفرعة في الوجود ومتأخرة في الوجود على حركة المفتاح، أو تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح؟ هل تقول تحرك المفتاح فتحركت اليد، أو تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح؟ طبعا هذه أيضا لا نقاش فيها، هذه قضية وجدانية، تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح، فحركة اليد سابقة وجودا على حركة المفتاح، وإن حركة المفتاح متأخرة على حركة اليد أيضا في تسلسل الوجود. ونفس الكلام كما قلنا هنا، قلنا في عالم التشريع أيضا ندرك ويدرك العقل قضايا، من هذه القضايا يستفيد ويستنبط ثبوت حكم أو يستنبط عدم ثبوت حكم، يستفيد منها الكشف عن وجود حكم أو الكشف عن عدم وجود حكم. مثال نقول العقل يدرك، لنأخذ لنقرب تلك العلاقات التي تحدثنا عنها في عالم التكوين، ونأخذ نفس العلاقات أو نقرب الأمثلة إلى تلك العلاقات أو ما يرجع إلى تلك العلاقات أو ما يشبه تلك العلاقات. نقول المثال الأول، العقل يدرك علاقة التضاد، كما قلنا يدرك علاقة التضاد بين السواد والبياض، أيضا هو يدرك علاقة التضاد لكن نغير المثال في عالم التشريع، هنا قلنا بين السواد والبياض، نعطي هنا المثال بين الوجوب والحرمة، فنقول العقل يدرك علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، فيدرك استحالة اجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد، وعليه يستطيع أن يدرك أو أن يستكشف، وعليه يستطيع العقل أن يدرك أو يستكشف عدم لها، ماذا يستكشف؟ يستكشف هذا الحكم، يستكشف عدم أو يستنبط عدم حرمة فعل أو عدم حرمة الفعل، يستكشف عدم حرمة الفعل إذا علم بأن الفعل
واجب. إذا علمت بأن هذا الفعل واجب فهل تستكشف وتدرك بأن الفعل ليس بحرام؟ تقول نعم، أدرك بالعقل بأن الفعل ليس بحرام. لماذا؟ تقول لأن الوجوب والحرمة متضادان، والمتضادان لا يجتمعان على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، فلا يجتمعان على فعل واحد. لاحظ، إذن من علاقة التضاد استفدت واكتشفت عدم الحرمة في هذا المثال الذي ذكرناه. المثال الآخر، يدرك العقل علاقة التلازم والسببية بين أي شيء. التلازم والسببية، لا ننسى هناك أيضا التلازم والسببية بين الحرارة والنار في العالم التكويني. هنا أيضا يقول يدرك العقل، أو يقال بأن العقل يدرك علاقة التلازم والسببية بين الحكم وموضوع الحكم. بتعبير، لو صح الكلام نقول بتعبير أدق أو أوضح لتوضيح والتبيين والبيان، نقول بأن العقل يدرك علاقة التلازم والسببية بين فعلية الحكم وفعلية الموضوع. أو لنقول علاقة السببية بين الحكم والموضوع. وهنا نتحدث عن فعلية الحكم وفعلية الموضوع، أو وجود الحكم ووجود الموضوع في عالم، لو صح التعبير، المجهول. فإذا أدرك العقل علاقة التلازم بين الحكم والموضوع فيدرك أن وجود الحكم يلازم وجود الموضوع، أو فعلية الحكم تلازم فعلية الموضوع. هذا أيضا بصورة عامة. ندقق وقلنا نقرب نحن على تلك الأمثلة التي طرحت في عالم التكوين حتى تكون القضية أوضح. الآن نقول أيضا، قلنا المثال يقرب من جانب والبعد من جانب. الآن نقول إذا كان الموضوع فعليا فالحكم فعلي، مع قلنا يعني تحقق باقي الشروط، وهذا غير ملاحظ في المثال في هذا اللحاظ أو بهذا اللحاظ. وإذا قلنا بفعلية الحكم فأيضا نعلم بفعلية الموضوع. إذا ثبت عندنا فعلية الحكم فإن الموضوع أيضا فعلي، وإذا ثبت فعلية الموضوع تثبت فعلية الحكم. وأيضا في نفس المثال الثاني نحن إذا سجلنا نقول ليس فقط التلازم، وإنما يدرك العقل علاقة التلازم والسببية بين الحكم والموضوع. هذا كلام على نحو المثال، سيأتي تفصيل هذا الأمر خلال البحوث اللاحقة إن شاء الله، لكن على المعلومات السابقة نستطيع أن نطرح المثال بسرعة. لكن كيف يثبت هذا وكيف يدرك العقل، هذا سيناقش في الصغرى إن شاء الله. نقول أيضا يدرك علاقة السببية بين الحكم والموضوع، ففعلية الحكم متوقفة على فعلية الموضوع. كأنما لنقل بهذا المعنى تكون فعلية الموضوع هي السبب في فعلية الحكم. إذن فعلية الحكم هي بحكم المسبب، فعلية الموضوع سبب وفعلية الحكم مسبب. الموضوع سبب، الحكم مسبب. إذن لا يوجد المسبب إلا بوجود السبب. إذن وجود المسبب يتوقف على وجود السبب، وهذا الذي يهمنا في المثال. نقول ففعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، ففعلية الموضوع هي السبب وفعلية الحكم هي المسبب. هذا مجرد قلنا مثال للتقريب. إذن قلنا في المثال الثاني يدرك العقل علاقة التلازم والسببية بين الحكم والموضوع، فقلنا هذا يتوقف على هذا. وإذا ثبت هذا ثبت هذا بعد ثبوت التلازم. وكذلك يثبت العقل بعد ثبوت السببية بين
الحكم والموضوع. إذا ثبتت علاقة وأدرك العقل علاقة سببية بين الحكم والموضوع، إذن هو أيضا يدرك التقدم الرتبي بين التقدم وتأخر الرتبي بين الحكم والموضوع، أي بين السبب والمسبب. لأننا قلنا الحكم والموضوع كعلاقة السبب والمسبب وتشبه تلك العلاقة، فإذن يشملها قانون التقدم والتأخر الرتبي، صح التعبير، أو تسلسل التقدم والتأخر في الوجود أو التسلسل الوجودي. فيدرك العقل أن من المتقدم، أن الموضوع أو أن فعالية الموضوع هي سبب، هي المتقدم، هي المتقدمة رتبة أو في الوجود على فعالية الحكم. أي فيدرك أن الحكم أو فعالية الحكم المسبب متأخر رتبة عن الموضوع. أي قلنا فيدرك أن الموضوع أو فعالية الموضوع متقدم، الموضوع متقدم رتبة على الحكم وعلى فعالية الحكم. وقلنا أيضا الكلام سيأتي في التطبيقات، سيكون عندنا يعني بحث في القضايا العقلية والأدلة العقلية، أو في العلاقات بين الأحكام أو العلاقات في العالم التشريعي، تكون على عدة أنواع وأقسام لو صح الكلام. منها ستكون علاقات بين نفس الأحكام، ومنها نستكشف قلنا أما نثبت أو ننفي الحكم، ومنها علاقات ستكون بين الحكم وموضوع الحكم، وعلاقات بين الحكم ومتعلق الحكم، وعلاقات بين الحكم ومقدمات الحكم، وعلاقات في داخل الحكم الواحد، وستكون علاقات بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن عالم التشريع. هذا الكلام بصورة عامة، وهذا مدخل لما نريد أن نبين هنا. وأيضا في التمهيد كما يبين السيد قدس نفسه في هذه المرحلة، أيضا يشير كما أشرنا نحن قبل قليل بأن الدليل العقلي هي عبارة عن الدليل العقلي. ماذا نقصد بالدليل العقلي؟ هي قضايا. الدليل العقلي هي قضايا، مقدمات. من يدركها؟ يدركها العقل، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هي مقدمات يدركها العقل، ممكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وعلمية الاستنباط ممكن أن يستنبط حكم شرعي، وممكن أن يستنبط نفي الحكم الشرعي. هذه أيضا تحتاج نفي الحكم الشرعي، أيضا يحتاج إلى عملية استنباط. إذن هي قضايا يدركها العقل، ممكن أن تدخل في عملية الاستنباط فيستنبط منها حكم، أو يستنبط منها عدم الحكم. والبحث في الدليل العقلي كما بينا هو في جهتين سيكون، أو على نوعين، البحث بحث صغروي وبحث كبروي. البحث الصغروي هو قلنا كما نعتبر أيضا تكرار لما ذكرنا، هو بحث في إثبات القضية العقلية وصحة القضية العقلية، ومدى أدراك العقل لهذه القضايا العقلية والأدلة العقلية. والثاني هو بحث كبروي، وهو بحث في حجية الإدراك، نثبت نقول هذه من المدركات العقلية، وهذه قضية عقلية، وهذه قضية عقلية، وهذا دليل عقلي، وهذا دليل عقلي، وهذا دليل عقلي. كما هنا قلنا هذا ظاهر، وهذا خبر واحد، وهذه شهرة، وهذا تواتر، وهذا. لكن من يثبت بأن الدليل العقلي حجة؟ كما هناك من يثبت أن خبر الواحد حجة أثبتنا بالدليل، ومن يثبت أن الظواهر حجة أثبتنا بالدليل. فهنا أيضا نحتاج بعد أن ندرك الصغرى ونقول هذه قضية عقلية وهذا دليل عقلي، هذه قضية عقلية هذا دليل عقلي، نقول بعد ذلك نتحدث في حجية هذا الدليل، في حجية هذه القضية، في حجية هذه المدركات العقلية. وبالتأكيد هذا لا يخفى بأن المدركات العقلية بصورة عامة تكون على نوعين أو على قسمين. القسم الأول بعض المدركات أو القضايا العقلية حتى التي تدخل في استنباط الأحكام، تستنبط الحكم في قضية خاصة وتفيد في استنباط الحكم في قضية خاصة، فهذا عنصر
أو تدخل في استنباط الحكم في قضية وفي حكم خاص وفي مورد خاص أو باب خاص، فهذه عناصر خاصة إذن لا تدخل في علم الأصول. وبعض المدركات العقلية والقضايا العقلية تدخل وتكون عناصر مشتركة ومشتركة في جميع الأبواب الفقهية، ولها صلاحية الدخول في عملية الاستنباط في جميع أبواب الفقه، فصارت من عناصر المشتركة وهي من عناصر المشتركة فتدخل في علم الأصول وتبحث في علم الأصول. إذن القضايا العقلية عناصر على قسمين، الأول عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ومثال هذه نقول إن القضية العقلية أو الدليل العقلي أو القاعدة العقلية، القضية العقلية التي تفيد بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه تنطبق في كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا لها صلاحية الدخول في كل باب والاستنباط في كل باب من أبواب الفقه. إذن هذه القضية من الجانب الصغرى وإثبات هذه القضية العقلية في هذا المقام في علم الأصول تدخل، لماذا؟ لأنها من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فإثبات هذا حتى نثبت هذه القضية ونبحث هذه القضية من جانب الصغرى تبحث في علم الأصول، لأنها من المسائل الأصولية كما بينا قبل قليل. ومن الجانب الكبرى وإثبات حجية هذه أيضا تبحث كما تحدثنا في الدليل الشرعي، لا أنسى في الدليل الشرعي بعد أن خرجنا العناصر الخاصة تحدثنا في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط لو صح الكلام، وفي الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط في الدليل المحرز الشرعي، فتحدثنا هناك عن إثبات الصغرى، تحدثنا عن الدلالة وعن إثبات الدليل وعن حجية الظهور أو عن إثبات الكبرى سميناه هناك. فإذن هنا أيضا بعد أن نثبت أن هذه من العناصر المشتركة في عمل الاستنباط فتبحث من الناحية الصغروية ومن الناحية الكبروية، هذا انتهينا منه، هذا العناصر المشتركة. والعناصر الخاصة هي القضايا العقلية التي ترتبط بأحكام شرعية معينة وفي موارد خاصة، كما في حرمة لو صح التعبير نقول الحشيشة حرام، المخدر حرام، نقول قياسا بصورة عامة قياسا على الخمر وعلى حرمة الخمر، وبصورة أدق أي لوجود نفس العلة، يعني حرمة الخمر هي لو صح التعبير ولو كان الكلام والدليل بهذا المعنى فهو من منصوص العلة، الخمر حرام لأنه مسكر، فلو ورد بهذا النص صح الكلام التعبير نقول هذا الدليل الشرعي ينص على علة التحريم، فالعلة في التحريم هو الإسكار، الإسكار هو العلة في التحريم، الإسكار سبب والتحريم مسبب، تلازم بين السبب والمسبب، إذن أينما وجد الإسكار وجد التحريم، الحشيشة مسكرة تحقق الإسكار فهي حرام، المخدر مسكر أي لنقل مسكر أو يفقد العقل، إذن المخدر مسكر إذن تحقق السبب أو وجد السبب وجد المسبب للتلازم بين السبب والمسبب. لكن القضية هنا هي في عنصر خاص في هذا الموضع فقط في هذا الحكم الشرعي، فإذا بحث هذه القضية من الجانب الصغروي لا تبحث في الأصول، عند الاستنباط والوصول إلى هذا المورد والاستنباط يبحث الفقهي هذه لنقل في الفقه ويثبت هذه القضية في الفقه عندما يعمل كفقيه وعندما يستنبط الحكم كفقيه. أما حجية القياس
أو حجية منصوص العلة لو صح التعبير، حجية هذه القضية العقلية التي استفيد منها في استنباط حكم حرمة الحشيشة، هذه الحجية تبحث في الأصول. إذن من عندما نقول نبحث عن حجية هذه، نبحث عن كبرى أو البحث الكبروي عن هذه القضية، كما هنا قلنا هو قياس يسمى بقياس منصوص العلة. بسرعة عامة نقول هي قياس كما بينا في المثال، فنبحث عن حجية القياس كما يبحث حجية القياس في الأصول. أي نبحث عن حجية، إذن العقل يحكم بالقياس كما بينا، يقيس هذا على ذاك، فنقول هل حكم العقل بالقياس حجة أو ليس بحجة؟ هذا يبحث في الأصول. إذن البحث عن حجية حكم العقل بالقياس، البحث عن حجية حكم العقل بالقياس وبالأخذ بالقياس، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يبحث في علم الأصول. لأن من هنا أيضا دخلنا أو أدخلنا القياس واعتبرناه من المسائل الأصولية، لأنه من المسائل التي من الجانب الكبروي، لأنه يبحث في الأصول، لأن البحث عن حجيته وهو جانب كبروي وبحث عن حجية المدركات العقلية وهو من المدركات العقلية، فنتحدث نقول هذه المدركات حجة وهذه المدركات ليست حجة. هذا بعد أن نتحدث عن نتحدث في الكبرى، نقول مدركات العقل حجة بصورة عامة، كما هنا قلنا كل أخبار الآحاد، نحن أدخلنا كل خبر الآحاد في الباحوث الأصولية، حجية أخبار الآحاد بصورة عامة. بعد ذلك بالدليل قلنا خرجنا هذه وخرجنا هذه الحصص، وصلنا إلى أن خبر الآحاد الثقة يكون حجة، غيره ليس بحجة. دخل خبر الآحاد بإطلاقه أو على إطلاقه أو على عمومه دخل في البحوث الأصولية، فهنا أيضا تدخل المدركات العقلية في البحوث الأصولية. وبعد ذلك نقول هذه القضايا ليست بحجة، هذه المدركات ليست بحجة، وتلك المدركات حجة. نصنف هذا الأمر. إذن العناصر الخاصة، القضايا العقلية التي ترتبط بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة الحشيشة أو المخدر، قياسا له على الخمر، قياسا له على الخمر، هذه من الجانب الصغروي لا تبحث في الأصول، وإنما من الجانب الكبرى وإثبات حجية هذا المدرك أو ما يشبه هذا المدرك في الأصول. طبعا قلنا يبحث في الأصول لأنه يدخل في حجية المدركات العقلية، وهذا من تطبيقاته أو من حصصه أو من أفراده لو صح التعبير. ونفس الكلام يقال في حكم العقل بحرمة الكذب، لأن الكذب قبيح، هل تثبت القضية العقلية القائلة بأن ما أدرك العقل قبحه فهو حرام، أو ملازمة بين الحكم بين إدراك العقل لقبح الفعل وبين حرمته؟ أو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، حكم العقل بالحسن أو القبح وحكم الشرع بالوجوب أو بالحرمة؟
هذه أيضا قلنا الكلام في حرمة الكذب فهذه قضية خاصة من العناصر الخاصة، فلا تبحث من الجانب الصغروي في الأصول وإنما من الجانب الكبروي، تدخل في حجية المدركات العقلية تبحث هل تكون حجة أو لا، هذا بعد البحث. إذن الكلام في جهتين، جهة في بحث صغروي وجهة في بحث كبروي. في البحث الصغروي في هذا الكلام، في هذا البحث، بحث الدليل العقلي، في البحث الصغروي ماذا سنبحث؟ سنبحث القضايا العقلية التي هي عبارة عن عناصر مشتركة ومشتركة، لأن تلك القضايا قلنا تدخل في البحث الصغروي وفي البحث الكبروي. أما في العناصر الخاصة فقد ستدخل في الجهة الثانية وهو في البحث الكبروي، في حجية الدليل العقلي كما يأتي، وستكون بصورة أدق في حجية الدليل العقلي غير القطعي، لأن الدليل العقلي القطعي هو حجة لحجية القطع كما سنبين خلال البحث. إذن الجهة الأولى في إثبات القضايا العقلية. للقضايا العقلية عدة تقسيمات يطرحها السيد قدس النسوي في هذه المرحلة، ويعني يذكر بعض التقسيمات، وتكون يعني كما بينا سابقا يوجد تقسيمات في المراحل، في المرحلة السابقة، وسيأتي تقسيم أيضا فيه نوع من التفريع، بعض الإضافة، تقسيمات أخرى ستأتي في مراحل لاحقة إن شاء الله، لكن ضمن هذه المرحلة نلتزم بما أشار إليه. فالقضايا العقلية الجهة الأولى قلنا في الصغرى أي إثبات القضايا العقلية، تقسم القضايا العقلية، يوجد عدة تقسيمات للقضايا العقلية، ونقصد أي قضايا عقلية، القضايا العقلية التي تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي، نقصد القضايا العقلية هي القضايا العقلية التي تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي وتشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، هذه لها عدة تقسيمات. إذن هي التي تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي والتي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. لهذه القضايا العقلية قلنا بصورة عامة الآن حتى التقسيم وطرح القضايا والمقصود بالقضايا هنا أيضا طرحناه لو صح التعبير بعبارتين حتى نقول بالنسبة للعناصر الخاصة تدخل من الجانب الكبروي دون الجانب الصغروي. لذلك قلنا تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي والتي تشكل أيضا هذه الجهة الأخرى والتي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. لنقول هذه فتشمل لنقول الحصة الأولى تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي تشمل الأولى والثانية، وهنا يؤكد على عملية التي تدخل في عملية الاستنباط على نحو العنصر المشترك والمشترك، أو نقول هي التي نقدم القضايا العقلية هي التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهنا النظر إلى العناصر المشتركة والتي تمثل أدلة أيضا، أي الحصة الأخرى التي تمثل أدلة عقلية على الحكم الشرعي، وهذه التي تدخل في العناصر الخاصة، ولكن بحثها هنا يكون على نحو البحث الكبروي كما بينا، فتشمل هذه الحصة وتلك الحصة، مجرد للنقاش في هذا الأمر، وإن شاء الله تكون القضية واضحة. إذن التقسيمات، التقسيم الأول للقضايا العقلية أو الأدلة العقلية، تقسم القضايا العقلية بلحاظ احتياج القضايا العقلية إلى إثبات قضية شرعية وعدم ذلك إلى القضايا العقلية، الأدلة العقلية قلنا نستفيد منها أو نستنبط منها إثبات حكم أو نفي حكم، نستنبط منها إثبات حكم أو نفي حكم. الاستنباط بالقضية العقلية مرة لا أحتاج إلا إلى القضية العقلية فاستنبط الحكم، وهذه قضية عقلية مستقلة أو دليل عقلي مستقل، ومرة لا، أنا عندي قضية عقلية لكن لا أستطيع أن أثبت أو أستنبط منها الحكم أو أستنبط منها عدم الحكم إلا بتدخل أو إلا بالاستعانة بمقدمة، لو صح التعبير، بمقدمة شرعية،
أو بقضية إثبات قضية شرعية. لاحظ هذه. إذن مر في الدليل العقلي في القضية العقلية في الدليل العقلي استنبط الحكم الشرعي واستنبط عدم الحكم الشرعي بدون حاجة إلى قضية شرعية وإلى حكم شرعي وإثبات حكم شرعي مسبق. ومر إلى ما أستطيع أن استنبط الحكم الشرعي من القضية العقلية بخصوصها وبنفسها وباستقلالها، وإنما أحتاج إلى قضية شرعية ثابتة عندي أضيف تلك القضية إن صح التعبير إلى القضية العقلية ينتج عندي ويستنبط منها ومن مجموع هذه وهذه استنبط ثبوت الحكم أو عدم ثبوت الحكم. فإذا التقسيم الأول تقسم إلى بلحاظ قلنا احتياجها إلى ثبات قضية شرعية مسبقة وعدم ذلك، إلى أولا قضية عقلية مستقلة أو دليل عقلي مستقل وهو الدليل العقلي الذي يستنبط منه حكم شرعي. إذا الدليل العقلي المستقل هو دليل عقلي يستنبط منه حكم شرعي دون الحاجة إلى إثبات قضية شرعية. مثال القضية العقلية المستقلة مثل هذا القضية القائلة أو التي تفيد أن كل حكم أو كل ما حكم به العقل أو كل ما حكم العقل بحسنه، هذه تكون أوضح، كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته. ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هذه قضية عقلية يستنبط من هذه القضية، لاحظ يحكم العقل بقبح الظلم إذن يحكم بحرمته، يحكم الشارع يدرك العقل بأن الشارع يحكم بحرمة الظلم. لاحظ العقل يحكم بقبح الظلم، أيضا يدرك العقل بأن الشارع يحكم بحرمة الظلم. العقل يحكم بحسن العدل والإنصاف، العقل يدرك أن الشارع يحكم بحرمة عفوا بوجوب العدل والإحسان. لاحظ استنبطنا واستفدنا من هذه القضية العقلية حرمة الظلم ووجوب العدل والإنصاف دون أن نحتاج إلى قضية أخرى. هذه قضية عقلية مستقلة، هذا دليل عقلي مستقل. الثاني هو قضية عقلية غير مستقلة، أي دليل عقلي غير مستقل وهو الدليل العقلي الذي يستنبط منه حكم شرعي لكن الاستنباط يتوقف على إثبات قضية شرعية. كيف؟ نقول مثال القضية العقلية التي تفيد أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه قضية عقلية، وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمة الشيء. الآن كيف أعرف أن وجوب هذا الشيء واجب حتى يستلزم منه وجوب المقدمة؟ لا أعرف. هناك قلت العقل يحكم إذا حكم العقل بقبح شيء بقبح فعل، هذا الفعل قبيح، إذن يدرك العقل بحرمة هذا الفعل أو يدرك حكم الشارع بحرمة هذا الفعل. لكن هنا أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمة الشيء. القضية إذن لاحظ القضية هي عبارة عن ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة. إذن عندي وجوب وعندي وجوب، عندي حكم الشارع بالوجوب وعندي حكم الشارع بالوجوب، عندي حكم شارع بوجوب الشيء وعندي حكم شارع بوجوب مقدمته. فحتى أستفيد الحكم من هذه علي أن أثبت وجوب الشيء، ما هو الشيء الواجب في الشرع؟ إذن علي أحتاج في بداية الأمر حتى أستنبط أحتاج إلى ثبوت الملزوم، لو صح الكلام أي ثبوت الملزوم هو مقدمة شرعية ثبوت وجوب الشيء. ففي المثال هنا مثال القضية العقلية أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته يستنبط منها الحكم الشرعي، ما هو؟ وجوب الوضوء. لكن هل أستطيع أن أثبت مباشرة من وإن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته يثبت عندي أو يدرك العقل بوجوب بحكم الشارع بوجوب الوضوء؟ من أين؟ لا أستطيع أن أستنبط هذا الحكم إلا بعد ما عرفت وبعد أن نضم إلى تلك المقدمة العقلية وإلى تلك القضية العقلية أن نضم إليها المقدمة القائلة بأن الشارع يحكم بوجوب
فلا، فالاستنباط يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. إذن علي أن أعرف مسبقا وجوب الصلاة وأعلم بهذا المدرك العقلي وهذه القضية العقلية وهذه العقلية بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإذن أن وجوب الصلاة يستلزم هنا أطبق هذه الكلية لو صح التعبير على هذا المورد، أقول أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، إذن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، والصلاة واجبة والوضوء مقدم للصلاة، إذن أن وجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء. هذه مقدمات وهذه النتيجة من القياس. إذن عندي دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل. دليل عقلي مستقل نحصل منه على ونستنبط منه الحكم الشرعي بدون الحاجة إلى مقدمة شرعية مسبقة، والدليل العقلي أو القضية العقلية غير مستقلة نستنبط منها الحكم الشرعي بعد الاستعانة بقضية شرعية مسبقة وثابتة. أما التقسيم الثاني فتقسم القضايا العقلية بلحاظ ما يبحث، نعم بلحاظ ما يبحث فيها، إلى قضية عقلية تحليلية أو دليل عقلي تحليلي، وقضية عقلية تركيبية أي دليل عقلي تركيبي. والتقسيم الثالث تقسم القضايا العقلية المستقلة، ليست كل القضايا العقلية وإنما القضايا العقلية المستقلة التركيبية. بعد أن دخلنا في التقسيم الثاني قلنا القضايا العقلية إما بصورة عامة إما تركيبية أو تحليلية، نأتي إلى القضايا العقلية التركيبية ونضيف أيضا المستقلة، ليست كل القضايا العقلية، القضايا العقلية المستقلة التركيبية بلحاظ دلالتها تقسم إلى دليل عقلي سالب ودليل عقلي موجب، أي قضايا عقلية مستقلة تركيبية سالبة ودلالة عقلية مستقلة تركيبية موجبة. السالبة التي يستنبط منها نفي حكم، والموجبة التي يستنبط منها إثبات الحكم. ويوجد تقسيم قضية فعلية وقضية شرطية، أو دليل فعلي ودليل شرطي، دليل عقلي فعلي ودليل عقلي شرطي، هذا كلام إن شاء الله يأتي لاحقا. المهم نكتفي في هذا اليوم إلى هذا المقدار من الكلام، ونكمل إن شاء الله بقية الحياة، وبقينا إن شاء الله على قيد الحياة وتمكننا من أعطاء البحث والدرس بمعونة الله وتسديد الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمي الفداء، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم